ديت عبارة عن إنسان بيخيط القلوب، بيداوي القلوب المكسورة. ديت أنا بعتبرها زي أستاذ مجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب. ديت عبارة عن واحدة حامل ومرحلة الأب بقى والإحساس ده، فاهمني؟ الكابتن الكبير محمد صلاح، طبعا مش محتاج الشرح خالص، ده أنا رسمه على الإزاز. ده مرسوم على الإزاز. ده مرسوم على الإزاز. هو أنا الأول كنت بلاقي صعوبة، لأني مع مرضي عموما صعب إن أنا لو كنت برسم بفرشة أو بقلم رصاص صعب أجيب كل الاتجاهات، فدايما كنت برسم على مساحة صغيرة، بس دلوقتي مع الممارسة والتدريب بقى كل شيء سهل وعادي يعني بسيط. هو أنا عندي حلم ولازم أحققه. إزاي بقى أحققه؟ أنا بحاول بكل الطرق، يعني ما فيش حاجة بتقدر توقفني عموما لما بكون عايز حاجة معينة. لا، عمري ما بعت لوحاتي. أنا بصراحة من النوع اللي أنا بحب لوحاتي شوية، حتى لو رسمة عادية. اللي أنا جربت أبيعها ما جربتش بصراحة، كنت الأول لسه بمارس الهواية عشان أطورها، وممكن في المستقبل أبدأ أبيع لوحاتي، بس أنا من النوع اللي أنا بعز لوحاتي شوية. طب لو حد طلب منك يشتري بورتريه محمد صلاح تبيعه له بكام؟ لا، انا ما عنديش سعر بصراحه، بس محمد صلاح بصراحه كنود الدنيا ما تكفوش يعني. هو انا خريج ثالثه ثانوي ازهري وما كملتش، كان نفسي اكمل فنون جميله، بس الاعاقه برضو من السفر وكده والكليه كان صعب عليا فما قدرتش. كنت لازم لو بدات في رسمه استحاله انام من غير ما اخلصها، انما دلوقتي ممكن اللوحه تطول معايا كل يوم مثلا ساعة أو ساعتين، أو ممكن كل شوية يعني طول ما أنا فاضي كده بقعد أدندن فيها لغاية ما تخلص، يعني آخرها أسبوع معايا وتخلص. غير لو لوحة كبيرة على مساحة كبيرة ممكن تاخد مني أكتر يعني. تمام، بالتوفيق إن شاء الله، ربنا يخليك يا رب. أحسن فنان تشكيلي في العالم كله.